السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، حي الله الجميع. اليوم إن شاء الله راح نقطف إن شاء الله بإذن الله جميع النباتات الموجودة عندي وجميع الثمار اللي موجودة عندي. ما شاء الله هذا الطماطم بدع، لكن نبدأ بالجميل. هذا تين، وهنا هذا مبدع يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. هذا نبات التوت، نبات شتوي، ومع ذلك الآن في درجة الحرارة عندنا قوية جدا جدا، ومع ذلك إلى الآن الإنتاج موجود. فالحمد لله إنتاج التوت جدا جميل. ما شاء الله، يعني اللي بياخذ له كم حبة كذا ويسوي منها عصير ويدخل عليها مثلا سفن أب، الله جميلة. طبعا الخير واجد. وهنا عندي ثمار إلى حين والله ما أدري وشن، لكن بانتظار نموهن. هذولن هن، هذا الثمار، هذا التين ما شاء الله، هذا بادي ياخذ قمم جديدة. هذه ما شاء الله واحدة، ما شاء الله تبارك الله. شوفي ديني صار من التوت، صار الحمر من التوت. هذا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف واحدة ثنتين، ما شاء الله تبارك الله. خلونا نروح الكوسة، هذه ما شاء الله بدأت تتلون إلى الأخضر، كانت أول ما جبتها كانت صفراء. هذا الكوسة، هذا الكوسة الدائرية. اليوم تقريبا قبل كم من يوم سويت بذور، حطيت بذور اللي هو الخس الامريكي او اللولو، شوفوه، حطيت واحد. شوف الثاني، حطيت واحد ثاني، هذا الثاني، وفي واحد ثالث بس ما ادري وين راحت بذرته، حطيته في هذا الدسبكت ولا ما ادري وين راح. هذا الكوسه، هذه بالداخل مره، ممكن لو ادخل ايدي كلها تصير شوك. راح ان شاء الله اليوم، اليوم جبت مبيد لجميع اطوار العناكب، يعني يقتل البيضة واليرقة والمكتملة النمو، يقتلهم جميع، يعني ما في، يتوقف جميع العناكب، ممتاز جدا. طبعا هو للعناكب، واعتقد انه الكذا آفة، فهو ممتاز جدا، فأساس أني أسلم من المشاكل هذه. هنا البامية الأحمر، وهذه شوفها واصلة القمة، راح إن شاء الله أخذها. طبعا الهرم عندي قال كذا، الهرم يعني هنا منخفض وهنا عالي، فلذلك راح أنقلها من هنا إلى هنا، راح أنقلها أساس الجنب زميلتها يصير في أعلى المحمية، تصير في الوسط، يعني تصير يعني في الزاوية 3 متر هنا. وهذه الدائرية القديمة، هذه هذه اللي انكسرت وجبرناها، ما شاء الله ما زالت تنتج. شوف انكسرت انكسار كامل، ما بقى إلا القشاء الخارجي، ومع ذلك إلى الآن الانتاج.
هذا البامية الأحمر، وهذا الخيار، هذا خيار شتلات جديدة. وشوف قوة المحلول، شوف فتح قمم جديدة، قمم جديدة للخيار. نروح البامية، هذا القديم، هذا عمره 9 شهور، مع عمر الطماط ومع عمر كل المحمية، عمرها 9 شهور الآن. نروح للطماط، ما شاء الله شيري، ما شاء الله. هذا يبدو انه مستوي كامل، لا ما هو كامل، هذا باقي أخضر. هذول مطلوبات طبعا، هذه نبي ناخذها وناخذ بذورها ونكاثرها للسنة الجاية إن شاء الله. الطماط موجود بالبيت فلذلك ما راح آخذ. هذه تشوفونها معرعرة، اكتشفتها أمس وحصلت ان النقاط موقف، سبحان الله امس معرعره اشد من كذا. شوف الان ما شاء الله رجعت طبيعيه، وخنشوف هل هي تكتم النموه ولا تموت. راح ان شاء الله اصوركم اياه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. هنا الفلفل موجود عندي، بس المشكله الفلفل واجد عندي لكن خاف انه يخرب وهو موجود في الشتلة، فأخشى عليه أنه يخرب. لا سليمات، اللي سليم ما في أي شيء، هذا أخشى عليه خراب أشيله. هذا ما شاء الله، شوف بدأ من جديد، بدأ من الأسفل، وحنا ما أعطينا وعلي النيتروجين، لو أعطينا وعلي النيتروجين شو بيسوي؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا شوف على يعني وشك انه يخرب، ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف الان هذا، شوف هذا يتأثر الآن من الحرارة، الحرارة قريبة الحين تقريبا 20 سنتي عن سقف المحمية، فلذلك راح يتأثر. شوف هذه المفروض غير اتجاهه، ما شاء الله. هذا الشمام هذا خلاص استوى، هذا الشمام راح أخذه الحين وراح أوريكم إياه إن شاء الله. هذا البيدجان راح تشوفونه بشكل آخر بعد شهر، تبي تشوفونه كان مقفل عليه الجح والجرو، كان مقفل عليه مرة ما هو أخذ راحته. الآن شلت جميع الجرو اللي هنا، شوفون نول هذا مكسي إلى الأعلى، شلته كله الآن. شوف الآن هذا اللوبة، راح نأخذه مع الجهة الأخرى. شوف هذا البيدجان، هذه عقدت وذي عقدت كلها، وراح أشيل هذا إن شاء الله، راح أفكه
بس ما اقدر، لازم اوقف التصوير واشيله. راح نشيل اللوبه مع الجهه الاخرى. هذه القرعه باقي لها. طبعا القرعه كيف تعرف انها استويت؟ لما تروح التبقع هذا يصير كلها ابيض. هذه تصير طازجه او جاهزه للاكل. احنا ايش قلنا؟ نشيل هذا. مشكله الشمس مقابله الحين. هذه ما شاء الله تبارك، طبعا واجد مليان لكن اكتفي